حيفا ومن جبل الكرمل وباحات كنيسة ستيلا مارس، حيث وضعت مثال أمنا مريم العذراء بعد المسيرة التقليدية السنوية التي تسمى بطلعة العذراء. هذه المسيرة الأكبر لمسيحيي الأرض المقدسة في فلسطين، حيث شارك الألاف من جميع الرعايا من مختلف المناطق والمدن هذه المسيرة التي ابتدأت من الدير مروراً بشوارع حيفا تتقدمها السيارات المزينة بالورود والأعلام واليافطات وصور أمنا مريم العذراء، حيث عزفت المجموعات الكشفية المشاركة معزوفات تليق بهذه المسيرة. المطران مار قدس وعدد كبير من الكهنة من مختلف الرعاية، راهبات، طلاب المعهد الإكليريكي وشخصيات عديدة وجمع كبير من المؤمنين شاركوا هذه المسيرة مرنمين أجمل ترانيم الشهر المريمي وتلاوة السبحة الوردية، مرورا بشوارع عروس البحر حيفا ووصولا لكنيسة ستيلا مارس، هذه الكنيسة التي تطل على البحر في جبل الكرمل. وعند الانتهاء من هذه المسيرة، حيث وضع التمثال في ساحة الكنيسة، حيث أعطيت البركة من المطران مار قدس الذي طلب من الجميع الصلاة للعالم أجمع. رسالتي أقول لجميع المؤمنين، هذه السنة نحن نحتفل بمرور 100 سنة على ظهورات مريم العذراء في فاطمة، وهي رسالة مريم العذراء في كل مكان، في الناصرة، في ميدجوغورية، في فاطمة، في لورد إلى آخره. صلوا، وخصوصا صلوا المسبحة الوردية. فأقول، أتوجه إلى جميع العائلات المسيحية أن يصلوا المسبحة في البيت. البيت الذي يصلي متحدا يبقى متحدا، والعائلة متحدة. فإن شاء الله هذه الرسالة نحن نطبقها على حياتنا في بلادنا هون، وكل سنة أنتم سالمين. للنورسات مارلين الحدوة من مدينة حيفا.